ومن مدينتي الغردقة وشرم الشيخ التي تشهد عودة الرحلات الخاصة بالسياحة الروسية، نذهب إلى جولة في أخبار الرياضة. إلى فاطمة، تفضلي. شكراً نوها، شكراً أحمد، وأهلا بكم مجدداً مشاهدينا، وهذه الجولة الرياضية. وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد إلى القاهرة قادمة من اليابان عقب المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وحظي لاعبو الفريق وجهازه الفني باستقبال حافل من الجماهير والحضور الذين كانوا في انتظارهم، وكان المنتخب قد سجل حضورا قويا في المحفل الأولمبي وحل رابعا في منافسة كرة اليد ونجح في التغلب على كبار منتخبات أوروبا. استقبل المركز الأول لتدريب الفرق القومية بالمعادي ديانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه فور العودة إلى القاهرة قادمة من طوكيو بعد التتويج بالميدالية البرونزية. وعقدت ديانا فاروق مؤتمرا صحفيا في المركز الأولمبي تحدثت فيه عن إنجازها ومشوارها نحو البرونزية الأولمبية التي حققتها. الاستقبال الفظيع اللي حصل ده لحد دلوقتي مخضوضة من حلاوة الاحتفال وحلاوة الاستقبال. بجد بحب اشكر كل الناس اللي جت واستقبلتني في المطار وجت ورايا لحد هنا، يعني انا بجد مش عارفه اشكر الناس ازاي، ويا رب اكون ان انا قدرت افرحكم وقدرت ان انا ادخل السعاده في قلب المصريين، ويعني ربنا يخليكم على دعواتكم، هي كانت السبب في الميداليه دي، وانا مش لاقي حاجه اقولها بجد من كتر ما انا مبسوطه، يعني بجد حاجه مبهره وحاجه جميله جدا جدا اسعدتني فعلا. يعني انا دلوقتي اقدر اقول ان فرحتي بالميداليه كملت، ان انا مش بس انا اللي فرحت بيها، انا شاركت بيها الناس كلها اللي كانت موجوده. وطبعا يعني فخامة الرئيس مش بس بيدعم الرياضيين، هو بيدعم الشباب بشكل عام في الفترة الأخيرة، الشباب بقى ليهم دور كبير جدا جدا بسبب فخامة الرئيس، بهديله الميدالية وبهديها ل 100 مليون مصري. ديانا فاروق اتخطت حواجز كتيرة جدا في صعوبات كتيرة، والحمد لله قدرت تتخطاها وقدرنا نوصل للميدالية اللي احنا كنا بنحلم بيها بعد الانجاز العالمي اللي هي عملته، 11 ميداليه عالم وافريقيا ومتوسط في اعلى انجازات في تاريخ مصر. ورغم ذلك كل العواقب قدرت تتحدى الظروف اللي كانت بتتحط لها، ولكن هي جيانا بجد تخطت ظروف صعبه جدا. جيانا لاعبه ليها طابع خاص، يعني كانك بتمرن اي ولد على عالي مستوى عالي من اللياقه البدنيه ومن الاصرار والتحدي. يعني جيانا عمرها ما تقول انا تعبت في التمرين، عمرها ما تقول انا زهقت من التمرين، هي مطيعه جدا. يعني حتى مثلا ما اجي انا بحب اخد نعمل زي ورك شوب مع اللاعب واخد رايه، قلت له كابتن حضرتك اللي بتسوق وانا بسمع الكلام، فطبعا دي حاجه يعني نادرا لما تلاقيها، عشان كده ربنا كرمها وحققت الميداليه. مشاهدينا نهايه هذه الجوله الرياضيه، عوده مره اخرى لنهى واحمد لاستكمال ما تبقى من التاسعه. شكرا لك فاطمه خليل.